بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكن مخ زواحف أندونيسي اسمه تيلي من سكان إقليم سولاويزي الأوسط من تحرير تمساح حرره من إطار دراجة نارية التف حول رقبته، رقبة التمساح طبعا. ولكن هل التمساح رقبة؟ الإطار التف حول رقبة التمساح لمدة 6 سنوات تقريبا. طارد تيلي التمساح لعدة أسابيع قبل أن يتمكن من الإمساك به ومن ثم تحريره من قيده الحضاري السيء. تمساح محظوظ، وجد من يخلصه من قيده عكس كثير من البشر الذين يرسفون بأغلال ليست من مطاط كقيود التمساح بل من حديد.